تعادل الاهلي مع 10 لعيبه من الداخليه، قسما بالله احسن، قسما بالله احسن، عشان شويه عيال صغيره ما تستاهل ان هي تكسب الماتش. استنى بس الناس تدخل معانا كده على حرقه الدم يا ربي، حرقه الدم قسما بالله. خلاص بقينا متعودين تقريبا، خلاص بقالنا 5-6 ماتشات اللعيبه مش شايفه قدامها. من يوم ماتش ريال مدريد الاهلي ما وقفش على رجليه، بتغلب من الريال، بتغلب من فلامينجو، بتغلب من الهلال السوداني، برجع اتعادل مع صن داونز على ملعبي في استاد القاهره، بتعادل النهارده مع الداخليه ب10 لعيبه بيلعبوا ناقصين، بيلعبوا ناقصين وانا كسبان 1-0. يعني انا 1-0 ليا انا وهم بيلعبوا ب10 لعيبه ويرجعوا عليا يتعادلوا 1-1 مع الداخليه اللي هي في مؤخره الجدول اصلا، اللي هي مش عارف الكام في الجدول، الداخليه الكام في الجدول دول، اللي هو فريق اصلا في قاع الجدول بيلعبني ب10 لعيبه، بيلعب الاهلي ب10 لعيبه بيتعادل معايا. الداخليه ال14 في الجدول، ال14 بعد ما تعادل، بعد ما خد نقطه النهارده المفروض انه يخسرها من الاهلي، الطبيعي يعني الطبيعي ان الداخليه يخسر قدام الاهلي، ابقى كسبان 1-0 ويرجع عليا ب10 لعيبه. يا حلاوتكم والله، شويه عيال صغيره في الملعب قسما بالله، تيشيرت النادي الاهلي كبير على اغلبهم، كبير على اغلب اللعيبه دي، حرام، شوية أشباه لاعبين بيحرقوا في دم الجماهير. بس لما أخسر من ريال مدريد نقول ريال مدريد ماشي فريق كبير ومش عارف إيه، نلعب بعديه فلامينجو أخسر من فلامينجو بأربعة برضو، بعد كده أروح ألعب الهلال السوداني أخسر من الهلال السوداني بخطأ من محمد الشناوي، بعد كده أرجع ألعب مع صن داونز في استاد القاهرة يتعادلوا معايا 2-2 وكان ممكن يكسبوني، بعد كده أخش ألعب مع الداخلية، مع الداخلية في الدوري بيلعبني ب10 لعيبة يا جدع، 10 لعيبة قدامك وانا كسبان 1-0، مش عارف احافظ. جايبين الجول في الدقيقه كام؟ جايبين الجول في الدقيقه 70، والطرد في الدقيقه كام؟ الطرد في الدقيقه 78، فاضل 12 دقيقه على الماتش، 12 دقيقه شويه عيال صغيره يتعادلوا معايا، الماتش في الاخر يخلص 1-1. كره الجول فضيحه بتاعت الداخليه، كره جول غريبه اقسم بالله، لما يكونوا واخدين الكره شايف اليو ديانج، اليو ديانج ماله يا جدعان؟ هو ايه اللي اليو ديانج بقى بيعمله ده؟ قسما بالله ما بقيت طايق اشوفه في الملعب. لعيب بيتحول من افضل لاعب في افريقيا للعيب عبء على نص الملعب وعلى الفرقه، كل باصه في رجليه غلط، كل باصه غلط، مفيش باصتين ورا بعض بتعملهم صح، يا تشلت الكره بره يا تديها طويله يا باصيها، الكره بتبقى سهله جدا، يا ريتو باص ريسكي ولا بيعمل اسيست ولا بيعمل سلو باص فالكره بتتقطع، لا باص بمنتهى السهوله بيديها للي قدامه. ايه يا عم في ايه؟ قطع الكره ما بيقطعش، هو بيجري في الملعب، لعيب بيجري نازل عداء عمال يجري يمين وشمال ويجري، طب بتقطع لي الكره؟ لا. بتعمل تكرنجات؟ لا. بيباص الكره للفريق اللي قدامك بتديني اضافه هجوميه؟ لا. مين اسوأ اللعيبه اللي في الملعب؟ نزوله كان عبء على النادي الاهلي في نص الملعب، اتظلم حمدي فتحي قسما بالله في المباراه دي، عامل مباراه عالميه حمدي فتحي، افضل لاعب في الاهلي طبعا في الملعب حمدي فتحي، اتظلم طبعا النهارده، حاجه تقرف قسما بالله، مباراه حاجه تقرف وحرق الدم كده على الاخر. يعني لما تعادل النهارده انا بعيد في الدوري، واه الدوري بنسبه فوق ال 90% خلص، لكن مش كده، مش ماتش بمنتهى السهوله يحصل فيه كده. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني فريق الداخليه ده اكيد اقل من القطن الكاميروني اللي انت رايح تلعبه ولا بديل عن الفوز. لو اتعادلت في الماتش ده شكرا، ما تلعبش الثلاث ماتشات التانيين بتوعك، انت خلاص بره افريقيا. اكيد النهارده الداخليه ده اضعف بكتير جدا 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 من القطن الكاميروني. انا شايف فرقه زي الداخليه النهارده دي لازم تهبط درجه ثانيه، لازم تهبط درجه ثانيه، هي في هي دلوقتي في ال14 في الدوري، يعني في تحتيها في امبي، حرس الحدود، الاسماعيلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي الاخير ده احسن من الداخليه دي بكتير بكتير، فريق سيء جدا، فريق مع علاء عبد العال بيلعب زون ودفاع منطقه بس، بيلعبك بتشكيل 10-0-0، ما بيفكرش اصلا في الهجوم لحد ما انت جبت الجول، ولحد ما اتطرد منهم واحد انا ما شفتش الداخليه بيهجم على الاهلي، ما شفتش محمد الشناوي بينقص ولا كوره غير كوره كانت غلطه من رامي ربيعه كده كان فايق لها الشناوي بس، ما فيش. طب ايه بقى؟ طب ايه؟ اجيب جول دلع ومرقعه في الملعب بطريقه غريبه، جات لي كوره كنا فاكرين انها ضربه جزاء بس هي مش ضربه جزاء، الفار فعلا رجع الحكم فيها فاول مع ال 18 وطرد صحيح، كنت كاتب اهو قسما بالله كاتب ضربه جزاء صحيحه الاول وكان لازم طرد، لان لو ضربه جزاء برضه لازم طرد، لعيب متزحلق على حمدي فتحي من ورا لازم كارت احمر، هو ادى ضربه الجزاء وما اداش كارت احمر، قلت غلط من الحكم، رجع للفار فعلا الكوره من على حدود ال 18 مش من جوه مش ضربه جزاء، رجع ادى الفاول وادى الكارت الاحمر، ممتاز ده الصح. الفاول بيشوطه وقف لي عليه علي معلول، وقف لي معاه مش عارف كهربا ولا مين، راح لعبها لي كده خبطت في الحيطه. ايه يا علي معلول ده؟ في ايه؟ في ايه؟
ما عنديش لاعب بيشوط فاول من على ال 18 يا جدعان. جالي النهارده فاولين مميزين جدا على ال 18، واحد علي معلول حطه في الحيطه ما عرفش يعديها من على الحيطه، واحد تاو في الشوط الاول في الدقيقه 44 شوح حالي في السما. ايه القرف ده؟ هو انا مش هجيب فاول من على ال 18؟ مش هشوفها دي تاني في حياتي مثلا ان لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي يلعب فاول من على ال 18 الاقيه في المقص جول؟ انا مش فاكر اخر مره جبنا جول من فاول امتى بجد، والله ما فاكر يعني بجد امتى اخر مره الاهلي جاب جول من فاول من على ال 18. الله يرحم ايام ابو تريكه لما كان الفاول على ال 18 ده ضرب بالجزاء بالظبط للنادي الاهلي. فاول من على ال 18 يا بتتشاط في السماء يا بتخبط في الحيطه، مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. امتى هنسجل الفاولات اجوال؟ الضربات الركنيه فين يا جدعان؟ فين الناس اللي بتلعب بدماغها؟ عندي النهارده رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ثلاث لعيبه في الملعب المفروض بيلعبوا بدماغهم، جالي حوالي 30 كورنر. ولا واحد ليه لازمه اساسا. رفعت عيانه من اللعيبه اللي بترفع واللعيبه المتمركزه في ال 18 متمركزه غلط ومفيش جوال ومفيش اي فكره بتتعمل. حرق الدم وحاجه تقرف، وانك تتعادل مباراه زي دي اللعيبه دي المفروض تتغسل كلها قسما بالله. كولر عنده مشاكل، عنده مشاكل لكن بسيطه، المشكله مش في كولر، المشكله في نوعيه اللعيبه دي، في الجيل ده، الجيل ده كله ما بيطمنكش والله. لو كسب 10 ماتشات ورا بعض جه الماتش اللي بعديه بقى وحش هتلاقي الجماهير بتنقدهم لانك انت مش واثق فيهم. اديلي كده 4-5 لعيبه في الملعب تثق فيهم ان هو هيبقى حلو النهارده، ان هو بيلعب لك 10 ماتشات مثلا حلو ويجي ماتش ولا 2 وحش، ان هو المتوسط بتاعه ان هو حلو، انه لما بيقع حتى في مستواه ما بيديلكش الواحد والاثنين من عشرة، بيديك 5-6 من 10 بيبقى كويس برضه. مين في الملعب تثق فيه؟ في اللعيبه اللي تثق فيها كنت واثق جدا مثلا في اليو ديانج في نص الملعب، كنت بقول افضل واحد في الجيل ده مع النادي الاهلي، سيء جدا، اسوأ واحد في الملعب. كنت واثق جدا في علي معلول وبقول افضل لاعب في الجيل ده علي معلول، بيجي ماتشات بيبقى سيء. النهارده ما كانش سيء علي معلول، لما نزل كان احسن واحد كمان من بعد ما نزل، كان عامل نشاط ناحيه الشمال، لكن بيجي لي ماتشات كتير سيء. محمد الشناوي كنت ساعات بثق فيه، يجي لي ماتشات يعمل لي فضايح. طب ايه طبعا النص اللي قدام ده بقى عايز ضرب النار كله. الناس تقول لك حسين الشحات بقى له، حسين الشحات بقى 4-5 ماتشات كويس معاك، بس هو في الاساس ما بيطمنيش برضه. طاهر محمد طاهر يخرب بيت كده، ما فيش قرار صح في الملعب يا عم، جري بس، انت عداء انت كمان، عمال يجري لا بيرفع صح ولا بيباصي صح ولا بيشوط على الجول اللي هي اميز حاجه المفروض عنده. كهربا كويس جدا، كهربا كل ماتش بيجيد صراحه، كل ماتش بيجيد يا بيسجل يا بيصنع، بس كهربا البدني بتاعه لسه مش 100%، لسه مش 100%، محتاج يظبط البدني بتاعه. كهربا احسن واحد في الناس دي. بيرسي تاو غرفي ده يا عم تقرفنيش، لعيب شلل في الملعب. ايه ده احمد عبد القادر ماتش حلو، حتى وهو حلو بيستفزك في الملعب. كل اللي قدام عندي كده. شادي حسين نسي الكوره عندي تقريبا، شادي حسين ده كان في سيراميكا بيطلع نار من بقه، نسي الكوره عندي، نسيها نسي كره القدم عندي. طب وبعدين الشق الامامي كله عندي عايز يتغير كله. المشكله ان مفيش اساسا لعيبه في مصر عاليه، يعني انت لما تيجي تبص لكل اللعيبه اللي موجوده في مصر كله وحش. تيجي تبص على الزمالك زي الزفت، وحشين جدا. تيجي تبص على الدوري المصري من اوله لاخره كده كله وحش يا جدعان. في ايه في الكوره المصريه ما تفهمش؟ ما بقاش في مواهب اساسا، كل اللعيبه كسر، كل اللعيبه بالحب كده، حاجه تقرف. فالطبيعي ان انت الخمس محترفين اللي تجيبهم من بره بيطلعوا نار من بقهم حرفيا، تجيب لي خمس لعيبه محترفين يشدوا لك الفرقه. خمس لعيبه اللي عندك علي معلول، مفيش مشكله، علي معلول اكيد محترف كويس جدا، عمل تاريخ مع النادي الاهلي، اخر سنه ليه هتبقى السنه دي، السنه الجايه وخلاص. اليو ديانج يخرب بيت سنينك يا عم، يا ريتك مشيت بعقد عالي جدا من العقود اللي كانت بتجيلك، كل شويه كنا نسمع اليو ديانج خلاص ماشي وجاي له رقم كبير. اليو ديانج ده المفروض يتمسك في التدريب كده، ما يعملش حاجه غير باصات، يقف كده في وسط 4-5 لعيبه يبصوا له، يباص الناحيه الثانيه، يباص يستلم ويباص بظهره، تك 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 تك، لازم يسلم صح يا جدعان. ما ينفعش لعيب عندي في نص الملعب ديفندر بيباص كل باصاته غلط، كميه مس باص مش طبيعيه، بيجي عليا هجمات بسببك انت كتير قوي. ده تاني محترف عندي برونو سافيو محسوب عليا محترف، ما شفتوش من زمان ومش عايز اشوفه كمان لانه لعيب سيء جدا، فانا اصلا مش عايز اشوفه ولما بشوفه بيقرفني، وهو في مشكله مع الاداره. ما يغور في ده يا عم، فضيلي مكان يا عم المحترف. عند احمد كندوسي في نص الملعب، لعيب نص الملعب لسه ده ما يتحكمش عليه، لعيب ما يتحكمش عليه. وعندي زفت الطين بيرسي تاو. المشكله بقى ان انا عندي خمس لعيبه محترفين، كلهم اتنين منهم ديفندرات في نص الملعب، واحد باك شمال،
واتنين واحد نص ملعب صانع العاب المفروض اللي هو برونو سافيو ووينج. مع ان انا المفروض الخمسه دول تلات اوراق منهم هجوميه على الاقل، تلات اوراق يكون هجوميه، مهاجم او اتنين مهاجمين لان مفيش مهاجمين في مصر اصلا، فنجيب مهاجم او اتنين مهاجمين محترفين مع وينج او اتنين وينجات. يعني المحترفين بتوعي المفروض يبقوا اتنين وينجات واتنين مهاجمين ولاعيب في نص الملعب مثلا. انا ما عنديش ولا مهاجم في المحترفين بتوعي، حتى كريستو اللي تحت السن وينج برضه ما بشوفوش، لسه جايب جول مع منتخب تونس حلو قوي في ايده ما بشوفوش لما بيبقى موجود هنا. لعيبه مالها انا مش فاهم، اللعيبه مالها انا مش فاهم. يعني ايه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي في ست ماتشات ورا بعض بكسب ماتش واحد، وخمس ماتشات بخسر من ريال مدريد، بخسر من فلامينجو، بخسر من الهلال السوداني، بتعادل مع صن داونز على ملعبي في استاد القاهره، بتعادل مع الداخليه ب 10 لعيبه. حتى التعادلين، تعادل مع صن داونز فريق قوي بس على ملعبك في استاد القاهره تعادل بطعم الهزيمه، تعادل مع الداخليه ب 10 لعيبه بطعم الهزيمه، ادي التعادلين بتوعي، وثلاث هزايم، ثلاث هزايم ومكسب وحيد، مكسب وحيد للنادي الاهلي. كان مع مين في الدوري؟ مش عايز اعرف مع مين. مكسب وحيد للنادي الاهلي في الدوري، ده اخر ست ماتشات بتوعي، اخر ست ماتشات للنادي الاهلي هو ده اللي حصل. ايه ده؟ ايه ده؟ كانت الناس بتنقد دايما كولر، يقول لك اصله بيلعب بلعيبه مصر عليها، بيلعب لي قفشه في الماتش، قعد قفشه النهارده، اصله بيلعب محمد شريف، قعد محمد شريف النهارده، هي اللي موجودين حلوين يعني. انا لعبت شوط اول قسما بالله ما في اسوأ من كده، الواحد ماسك لسانه بالعافيه، مفيش اسوأ من كده. شوط كامل، شوطه في الدقيقه 10 تشليته لتوف السما وفاول في الدقيقه 44 كاتبهم هم قدامي، نقطتين في الشوط الاول، 1-2 في الدقيقه 44 فاول نموذج من على ال 18 جول لو واحد بيلعب فاولات صح، شوحها تو في السما. ادي ادي الشوط الاول بالنسبه لي. كل الناس بتقول لك اصل كولر بيتاخر في التغييرات، ما تاخرش، راح عامل ثلاث تغييرات بين الشوطين، ثلاث تغييرات، راح منزل علي معلول مكان محمد اشرف، تغييره كويسه عشان انشط ناحيه الشمال، معلول المفروض هيبقى افضل هجوميا لان الماتش ما ينفعش، انا عايز الثلاثة بونت، كنت عايز معلول يرتاح لو النتيجه تساعد، لكن النتيجه ما تساعدش فنزله، نزل ديانج في نص الملعب، كنت عايزه ينزل الصراحه بعد ما نزل قلت يا ريتك ما نزلت، نزل مكان مروان عطيه اللي الناس طالعه بيه السما قوي. مروان عطيه انا شايفه عادي لسه، مش الضجه اللي خدها دي، خد ضجه كبيره جدا، لعيب كويس كويس، بس ايه يا جدعان النفخ 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 في اللعيبه ده؟ في ايه؟ لعيب كويس ماشي، مش احسن حاجه، مش احسن حاجه، هو المفروض لعب 8 مش 6، يعني المفروض مكان عمرو السولية صانع الالعاب اللي بيعمل اسيستات وبيشوط من بره وبيزيد في ال 18، حمدي فتحي بيهم كلهم. حمدي فتحي افضل نص ملعب موجود في النادي الاهلي بفرق كبير عن اقرب حد ليه. حمدي فتحي خصوصا في ال 4-3-3 لما بيبقوا 3 في نص الملعب، حمدي فتحي جوكر في الملعب كله، حمدي فتحي. وبينزل لي شريف مكان بيرسي تاو، التغييره دي انا كنت عايزها، كنت بطلب بيها بصراحه، ان عايز ينزل محمد شريف بس يبقى راس حربه، راح ملعبولي وينج، وينج ليه يا عم؟ وينج ليه؟ ده محمد شريف بقاله سنه ما بيلعبش غير مهاجم، لعبولي وينج عشان يسيب كهربا جوه ال 18، ماشي ماشي. الشوط الثاني الاهلي اتغير خالص بصراحه، خالص نزلنا شكل تاني، ضغط عالي، والتغييرات اللي بين الشوطين دي حسست اللعيبه ان انتوا زي الزفت الشوط الاولاني، وانا واثق انهم خدوا دش بين الشوطين، فنزلت اللعيبه الشوط الثاني لا فايقه، اللعيبه فايقه في الشوط الثاني، ضغط من قدام وزياده في ال 18، كنت بلاقي اربع خمس لعيبه، كنت بلاقي الكره ناحيه اليمين مع محمد هاني مثلا، الاقي جوه ال 18 حمدي فتحي اللي كان تقريبا مهاجم، كهربا، محمد شريف، علي معلول داخل وزايد جوه ال 18، قندوسي زايد جوه ال 18، الاقي خمس ست لعيبه من الاهلي، حلو ده، حلو ده، بس هل بستغل عرضيات؟ لا، عدد كتير على الفاضي، ما عنديش حد بيرفع حلو غير علي معلول اللي بيرفع حلو، وما عنديش حد بيلعب بدماغه الاثنين، يعني ما عنديش حد بيرفع حلو من ناحيه اليمين، وعندي حد بيرفع كويس ناحيه الشمال معلول، ما عنديش حد كده كده بيستقبل ويلعب بدماغه، فاللي هي ضلمه، الرفعات مش هتجيب منها جوان من الاخر. شريف نزل وينج، شوطه من ديانج على شوطه من قندوسي، كذا شوطه كده، شوطات بتدرب بيها الجول ما فيهاش اي حاجه. بعد كده في الدقيقه 58 وان تو اتعملت ممتازه، حمدي فتحي مع كهربا، دخل حمدي فتحي انفراد، اتكعبلت الكره تحت رجليه رجعت، للاسف كان الجول 100% بتضيع. زياده في ال 18 كانت ممتازه من النادي الاهلي، شريف سند واحده المعلول حلو قوي، شاطها معلول ما كانتش احسن حاجه، بس الزياده العدديه خلت الجول مش شايف راحت في القائم، للاسف حظك وحش فيها، ما بتجيش جول لعلي معلول في الدقيقه 60، نزل عمل نشاط كبير جدا ناحيه الشمال. بعد كده في الدقيقه 66 راح عامل تغييره، منزل قفشه ومطلع طاهر اللي زي الزفت، بتعمل ايه يا طاهر؟ كرهتني في الكوره يا اخي،
يا اخي قبل ما تتصاب كنت بحبك شويه، كنت بتعمل مجهود وبتعمل واجبات دفاعيه، لكن انت مش موجود هجوميا. احسن حاجه في طاهر محمد طاهر كنت في المقاولين بقول ان ده اللي لو جه هيعوض رمضان صبحي عشان لعيب كويس، ان هو البدني بتاعه حلو وبيشوط. فين الشوط؟ فين اخر كره؟ انا متهيألي اخر كره شطها من سنتين في صن داونز لما جبتها جول. بس فين الشوط يا عم من بره ال 18؟ مفيش خالص، مفيش مفيش. طبعا اليو ديانج حاجه تقرف، حاجه تقرف تكرهك في كره القدم يا اخي. في نص الملعب والله بيبقى معاك كره كده ومفيش حد ضاغط عليه، وقدامه كده اللاعب بتاع الداخليه يقول له خد، يروح مباصيله الكوره. ما تفهمش ما تفهمش عايز ايه مني وعايز ايه مننا. بعد كده جول لكهربا في الدقيقه 70، جول مميز جدا من كهربا، جول مميز جدا. ده اللي كنت بقوله ان كهربا لازم يلعب اساسي كل الماتشات. ليه كل الماتشات؟ لان انا قدام ما عنديش حد حلو، فانا ما بصدق ان عندي لعيب زي كهربا حلو وحش بيعرف يسجل، حلو وحش بيصنع، بيعمل حاجه. لو تشوف كهربا اخر مثلا كل الماتشات اللي لعبها من ساعه ما رجع، كل الماتشات اللي لعبها من ساعه ما رجع، ما فيش ماتش شاركه كهربا من الاول غير يا بيسجل يا بيصنع، يبقى يلعب يبقى يلعب، ما فيهاش تفكير ولا فيها كلام. تقول لي بقى اصله بدني مش جاهز، اصله مش يلعب يلعب. انا مش مقعد ليفاندسكي على الدكه بره، ده كلهم عيان وميت قاعدين. يلعب يا باشا كهربا، يلعب مهاجم النادي الاهلي على طول على طول لحد ما يفوق عندي لاعب تاني. جاب جول كهربا، الكره علي معلول خدها، كان بيطالب فيها بضرب الجزاء، مش ضرب الجزاء، جايه في دماغ الواد، رجعت كده كهربا جالها من قدام وراح لافف شايط. هي دي الايجابيه بقى، هي دي الايجابيه، جول لكهربا في الدقيقه 70. بعد كده قفشه بيدي انفراد لشريف باشا في الدقيقه 77، بيضيع شريف كالعاده بشماله، بيضيع انفراد كامل هو والجول، انت والجول، حط راح حاطط صد الجول ضيع. ماشي، التضيع ده كله بقى بيجي على دماغك في الاخر لما بيجي في الجول، لما انت بتضيع وانت كسبان بتقول معلش ما انا كسبان، طب راحوا راجعين عليك اتعادلنا، ترجع بقى تفتكر الاجوال اللي انت ضيعتها تندم، تقول ده انا مضيع انفراد ومضيع مش عارف ايه. طيب ما انت اللي مضيع. بعد كده وان سليت عملت ممتازه ممتازه ممتازه، عملها محمد شريف حلو قوي بكعب رجليه، دخل حمدي فتحي اللي بيلعب النهارده جوكر في كل حته في الملعب، حمدي في الدفاع، حمدي في الهجوم، في اليمين، في الشمال، حمدي فتحي بياخد الكره ويدخل جوه ال 18، تاكلنج عليه من ورا، ضرب الجزاء الحكم يرجع للفار، ضربه الجزاء تتلغي، يدي كارت احمر وفاول من على ال 18، الله اكبر عليه علي معلول، راح لعبها لي في رجل الحيطه. في الدقيقه 86 تغييره كده، خلاص بقى اللعيبه بتتدلع، بلعب 10 لعيبه يا جدعان، ما تدوس عليهم وتجيب الجول الثاني يا عم، ما تدوس يا عم وتجيب الجول الثاني، الدنيا سهله، تلعب مع 10 لعيبه في الملعب، مطرود منهم واحد مع الداخليه اللي اصلا ما بيهاجمش ومش عارف يهاجم، ولو هاجم هيبقى في مساحات بالهبل في ظهره تديله 100 جول. الباشا راح منزل لي شادي حسين ومطلع كهربا، عادي تغيير مركز بمركز، بجرب شادي وطبيعي انه ينزل فؤاد زي ده بصراحه، طبيعي انه ينزل فؤاد زي ده، سيء سيء وكهربا ما يخرجش ماشي، بس ما يخرجش ده لو الماتش فيه نديه، لو انا لسه خايف، لكن انا 1-0 وبلعب 10 لعيبه وبلعب مع الداخليه عادي نعمل تغييره زي دي. راح مطلع كهربا ومنزل شادي حسين. بعديها الدقيقه 89 شوطه من قفشه الجول بيصدها، في الدقيقه 90 يجيبوا جول، يجيبوا جول عشان كرة واخدينها من نص الملعب في زيادة عدية منهم، اقسم بالله هم رايحين انا خايف من الكورة، حاسس ان ايه ده في ايه؟ رايحين علينا بزيادة عدية، الأول أليو ديانج بيجري جنب اللاعب بس أنا اللي هو خيال، خيال بيجري جنبه، ما بيضغطش، يا عم قابل يا عم، دول 10 لعيبة، قابل أنت الكورة، ما تدلوش أريحية كده إنه عمال يبص ويشوف ينقل فين، أقسم بالله وهو ماشي بالكورة عمال بقول ما تقابل، ما حد يضغط يا جدعان، ما بنضغطش، بنحلق. فاللاعب بيبص براحته وراح مبصيها ناحية الشمال براحته ناحية محمد هاني. خد اللعيب، خد الكورة اللاعب ناحية هاني، هاني كمان ما بيضغطش. هاني كمان ما بيضغطش، اتلعبت الكرة بالعرض لف لفه زي الفل المهاجم بتاعهم مش عارف بياسر ابراهيم ولا ربيعه مش فارقه، محمد الشناوي لا يسال عنها، حط له صاروخ في سقف الجول، جول جول قوي. بعديها بدقيقه راحوا علينا بكره ثانيه، شوطه صدها محمد الشناوي طلع كورنر، كان ممكن تبقى الجول الثاني، رفعوا الكورنر ما فيش رقابه في السكس يارد، لعيبه الاهلي ما تعرفش تجننوا ولا ايه، وقعوا نفسيا ما تفهمش في ايه، اتخضوا اللي هو لسه 7 دقايق دوس يلا والعب راجل واكسب ثاني، لا هم اللي كانوا هيجيبوا جول، رفع الكرة جوه السكس يارد حطها الواد بره، لو في الجول هتقطع الشبكه كان يبقى 2-1 يا فرحتي يا فرحتي. بيخسر الاهلي، بيتعادل الاهلي تعادل بطعم الهزيمه، تعادل كانه خساره بالنسبه لي عشان ناخد نقطه واحده من 10 لعيبه بس من الداخليه. جدول الدوري لسه الاهلي في الصداره، الاهلي لعب 17 مباراه مع 41 نقطة، فرق بيننا وبين أقرب حد لينا 3 نقاط لسه، وإحنا بقى لنا ماتشين، عندك بيراميدز وفيوتشر زي بعض 38 هما الاثنين، يجي مركز رابع الاتحاد السكندري 36، يجي من بعديه الزمالك 32، بعيد قوي الزمالك، بعيد قوي بعيد قوي لسه الزمالك.
بس الزمالك فرق بينه وبينك ماتش واحد، احنا فارقين عنه بتسع نقط ولينا ماتش. يعني المفروض مع مكسب الماتش تبقى 12 نقطه بس. المفروض الاهلي من بعد ما رجع من كاس العالم، لا حاجه تانية، حاجه تانية. قبل كاس العالم ما كنتش بخسر. انا لحد دلوقتي في الدوري ما خسرتش، بس خسرت 3 ماتشات، خسرت من الهلال وخسرت ماتشين في كاس العالم. بالمستوى ده انا مش هصعد من المجموعه، بالمستوى ده انا مش هصعد من مجموعات امم افريقيا. ما حدش ينتظر صعود من المجموعات بالمستوى اللي احنا شايفينه ده، مستوى سيء جدا. هلعب مع القطن الكاميروني الماتش الجاي هنا في استاد القاهره، ماتش ملوش لازمه، ماتش المفروض اكسبه باي 11. ايه يا جدعان، انتوا بقيتوا مخليني قلقان من كل ماتش. هلعب مع القطن الكاميروني في استاد القاهره، ما بقتش واثق فيكم عشان بتتعادلوا لي النهارده مع الداخليه، فريق ال14 في الدوري. هزار وقله ادب والله. تقييم اللعيبه، تقييم اللعيبه عشان بس اللاعب اللي ليه حق في المباراه ياخده، عشان ما نبقاش ايه ظلمنا اللعيبه كلها وخلاص. في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه النهارده. نقيم اللعيبه مع بعض بسرعه. محمد الشناوي النهارده 5/10 الشناوي، دخل في جول ما يسالش عنه بصراحه، ما اقدرش اشيله للشناوي خالص. 4/10 ما عملش حاجه، ما عملش الصديه جامده. 4/10 الشناوي. محمد هاني النهارده 2/10 سيء جدا، مش فايدني هجوميا، مش فايق هاني، ما اعرفش هاني في كاس العالم بس وقبل كاس العالم وبعد كده شكرا. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، 4 هما الاثنين، عادي واقل من العادي ولا اي حاجه. محمد اشرف 3/10، خط ظهر زي الزفت ولا ليهم لازم. خش لي قدامه مع نص الملعب مروان عطيه 5/10، عادي. مروان عطيه يا جدعان مش سوبر ستار، مش قنبله في نص الملعب. جنبي حمدي فتحي افضل لاعب في المباراه، افضل لاعب في المباراه، 9/10 يا ابني والله. وخساره ان انت تتعادل النهارده لان راجل في الملعب دفاعيا وهجوميا. 9/10 حمدي فتحي، كان كرة انفراد طبعا اللي جابت الطرد هو اللي جايبها. احمد قندوسي النهارده 4/5. بيرسي تاو 0-0 يا اخي، مفيش كده يا اخي، زهقتني يا اخي، زهقتني. اول ما جيت كنت بقول امكانيات لعيب كبير وجاي من الدوري الانجليزي وبرايتون وليله، جيت تشلني. سيء جدا. 0. طاهر محمد طاهر، عربيه محمله صفار، 0 هو كمان، زفت. محمود كهربا كويس 7/10 كهربا، نزل تغييرات بين الشوطين. علي معلول 7/10 عمل شغل كويس ناحيه الشمال. محمد شريف 5/10 ما كانش وحش قوي، ضيع انفراد 4/10، ضيع انفراد ما يضيعش. اليو ديانج يا اخي حرام عليك، اسوأ لاعب في الملعب هو وتو طاهر. 0-0 سيء جدا 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 جدا، مفيش كده. عملنا تغييرات تاني امتى؟ قفشة نزل ولا اي حاجة، 2/10 مفيش اي فايدة، 2/3 قفشة بس. وفي اخر المباراة شادي لا تقييم طبعا، ما لحقش ان هو يعمل حاجة. مباراة يا رب يا رب يا رب نفوق، يا رب نفوق الفترة الجاية كفاية. يعني انا طول عمري اعرف ان الاهلي لما بيقع ماتش 2/3 مفيش، بيقع ماتش 2/3 لازم يفوق بقى بعديها، لازم الاقي اللعيبه فائت في الملعب بعديها. لكن 6 ماتشات ورا بعض اكسب منهم ماتش واحد، اخسر ريال، اخسر فلامينجو، اخسر الهلال السوداني هناك، بعد كده اتعادل مع صن داونز على ملعبي تعادل بطعم الهزيمه لانك متعادل على استاد القاهره 2-2، بعد كده تعادل النهارده مع 10 لعيبه تعادل بطعم الفضيحه النهارده مش الهزيمه، تعادل النهارده 1-1 مع الداخليه اللي هي في قاع الدوري ب 10 لعيبه تعادل فضيحه. فست ماتشات تكسب فيهم ماتش وخمس ماتشات مش عارف اكسب، بتعادل 2 وبخسر 3 كفايه. اللعيبه هتفوق، عندي الماتش الجاي مع القطن الكاميروني كده كده هكسبه، ومش هفرح بمكسبه، مكسبه ده العادي. انا مش هفرح لما انت تكسب لي القطن الماتش الجاي، تفكرش ان انا اللعيبه تطلع بقى الجماهير هتطلع تشجعك، لا انت طبيعي انك تكسب القطن الماتش الجاي، طبيعي تعدي للي انت حطيتني فيه. بعد كده اجي الماتش اللي بعديه هيبقى عندي ماتش في الدوري مع المقاولين، المقاولين شادد حلو قوي وفرقه كويسه، نعوض الماتش ده ان شاء الله المفروض. وبعد كده عندي ماتش مع صن داونز بره، وروني نفسيكم. خلصت كلامي كده، لايك لللايف على قد ما تقدر، وشير خليه يوصل لكل الناس، اشترك على قناتي على اليوتيوب، وفولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.